ما كانتش متخيلة أبداً الطفلة اللي اسمها نعيمة عاكف اللي شغالة في السيرك مع إخواتها إن ممكن مستقبلها يتغير بالسرعة دي. شافها المخرج أحمد كامل مرسي، وده كان بالصدفة لما كانت بتقدم العروض في سيرك عاكف في طنطا، ورشحها إن هي ترقص على أغنية فيلم ست البيت للمطرب عبد العزيز محمود. وفي الوقت ده كان المخرج حسين فوزي بيدور على وجه جديد يراهن بيه في السينما، بعد ما المنتجين وقتها احتكروا كل بطلات الصف الأول. ومن المشهد الصامت ده راهن على نعيمة عاكف وقدمها في فيلم العيش والملح، ونجحت نعيمة فيه جدا، وده اللي خلاه بعد كده يتشجع إنه يقدمها كبطلة في فيلم لهاليبو اللي كسر الدنيا وقتها، وبقت نعيمة عاكف من نجوم الصف الأول بعد ما كانت مجرد راقصة في السيرك. وفي عز النجومية دي طلبت منها مجلة الكواكب إن هي تختار حد عشان تكتب له جواب بخط الإيد، جواب منها لي. فاختارت المخرج حسين فوزي وكتبت له الجواب ده: عزيزي الأستاذ حسين فوزي، تحية طيبة وبعد. أنا عارفة إن مفيش في مجال علاقة الزمالة اللي بيننا مساحة للرسميات والمجاملات اللي توصل إني أكتب لك الجواب ده، ورغم كده اسمح لي أكتبه لك. أنا متأكدة طبعاً إنك مستغرب من المقدمة الفلسفية دي، وأكيد إيدك على قلبك وبتقول هتكتب لي إيه الست دي يعني، وليه يعني ما قالتش اللي هي عايزة تقوله لي في وشي. بس أنا اخترت إني أكلمك قدام كل الناس عشان أقولك قدامهم كلهم شكراً. أنا حاسة إن أنا وسط نجاح كبير اللي ربنا كتبه لنا، فيلمنا الأول العيش والملح، ومن بعدها فيلم لهاليبو. الحقيقة أنا نسيت أشكرك بما فيه الكفاية، وزي ما أنت سبب نجاحي وتقديمي للناس، عايز أقولك قدام كل الناس إني مدينة ليك بكل النجاح ده. أنت صاحب الفضل الأول في اسم نعيمة عاكف، وأنت المكتشف اللي خلتني أكتشف طاقات وحاجات في نفسي أنا ما كنتش أعرفها، وأنت المبدع اللي بهديلك كل كلمة حلوة بتتقال عني. ورغم كل امتناني ده، فأنا برضو حاسة إني ما اديتلكش حقك، وبعترف إني عاجزة إني أديك حقك، بس في العجز ده نفسه صلاة حمد وترنيمة شكر إن ربنا جعلك في طريقي. أتمنى ما أغزلكش أبداً يا أستاذ. مع خالص حبي، نعيمة عاكف. والمخرج طبعاً حسين فوزي قرر إن هو يرد عليها في نفس المساحة، فكتب لها الجواب ده كمان: عزيزتي نعيمة، أنا اندهشت جداً من أسلوبك الرقيق ده، واضح إني بكتشف النهاردة أديبة ممتازة زي ما اكتشفت قبل كده فنانة مدهشة. شطارتك في الكتابة والتعبير نفس شطارتك في الرقص والأكروبات اللي انتي بتعمليها والنط والشقاوة. أنا ليه أعتب عليكي بس؟ مقدر طبعاً امتنانك إنك اكتشافي وإني صاحب الفرصة في ظهورك، بس انتي أسرفتي جداً بصراحة في الشكر. أنا يا نعيمة اللي عايز أشكرك إنك خليتيني أقدم وجه جديد ناجح مبهج للشاشة، استفدت منه واستفادت منه السينما، ولسه هتستفيد إن شاء الله. أنت خامة فنية عظيمة يا نعيمة، لسه هنطلع منها مواهب كتيرة جدا يمكن أنت نفسك هتتفاجئي منها. اللي عايز أقوله إنك برضو سبب نجاحي زي ما أنا كنت سبب نجاحك، وإني مدين ليكي زي ما أنت مدينة ليا بالظبط. فشكرا ليكي على شكرك ليا. مع خالص حبي، حسين فوزي. والتقارب الفني اللي كان بينهم ده خلق بينهم تقارب إنساني كمان، وتولدت بينهم قصة حب في صمت لحد ما فاجئها في يوم وقال لها إن هو عايز يتجوزها. وشهد الوسط الفني ثنائي ناجح جدا كزوجين أو كمخرج ونجمة بيكسروا الدنيا مع بعض في أفلامهم. وزي ما الدنيا عودتنا إن المشاكل ما بتسيبش اتنين فرحانين في حالهم، مشاكل دخلت بينهم وحصل بينهم طلاق وانفصل الثنائي في خبر حزين وصادم. والغريب إن بعد الانفصال كل واحد فيهم منجحش، يعني أفلام حسين فوزي ما بقتش ناجحة، ونعيمة عاكف شخصياً كمان اسمها بدأ يبعد عن الصف الأول للصف التاني وساعات التالت كمان، لدرجة إن الناس أمنت إن تميمة نجاحهم كانت مربوطة بإن هم يكونوا سوا، وانتهت قصة الصعود لقصة الأفول. وبعد فترة صغيرة جداً من فراقهم الاتنين اتوفوا بأسباب مختلفة، بس سابولنا 15 فيلم اشتغلوا مع بعض بروحهم وحبهم، والأهم القدر اللي جمعهم. قصة من أحلى قصص الفن، واللي نقدر نقول عليها فعلا كانت مليانة رومانسية ونجاح، ويمكن كمان كانوا الاتنين بيلهموا بعض، عشان كده نقدر برضو نمضي الجوابات دي إحنا كجمهور ونقول لهم هما الاتنين مع خالص حبي.